مرحبا بكم. اليوم باش نتعرفوا مع بعضنا على تطبيق ديان باس شاكر اللي باش يعاونك تلحق وسيلة النقل العمومية المقصود بها الكار في وقتها في إطار بناء تونس الذكية. لاباس 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 خويا. ترانسبور بيبليك على نستنى كار 6 تجيني 9 تقول نهار انا نجري لنهار خلطت عليها وقتها سهل علي يا ربي ونشري كرهبتي. خويا علاش العذاب؟ عندك اب في جوجل ستور اسمها تي ان باس تشيكر بازي على جيولوكاليزاسيون، نجم تعرف بيها بلاصة الكار قبل ما تخرج من دارك ولا من الخدمة، ولا تستحق تستنى سوايع في الشمس ولا في البرد، ولا تفوتك حتى كار. ايه بالحق انا زادت اللي شارجيتها وتوا وليت نخدم مرتاح، كيف يجي وقت مرواحي نحل ابليكاسيون ونعرف اقرب كار وين، وهكاك ما ضيعش برشا وقت. ما لفش تستنى تيليشارجي الابليكاسيون وارتاح من عذاب الكيران. صار فما ابليكاسيون هكا وانا ما في باليش بيها؟ ما لا توا توا تيليشارجيها.